أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة بإنهاء وجود تحالف دولي، ويصف الاعتداء على مقر الحشد الشعبي بالجريمة الخطيرة. خلية الإعلام الأمني تنفي تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون، قال فيها أن الاعتداء على مقر الحشد الشعبي جرى بالتعاون مع الجانب العراقي. تصديق نتائج الانتخابات يفصل المحافظات عن أول مجالس لها منذ 5 أعوام، والقوائم الفائزة بدأت ترتيب أوراقها استعداداً لإدارة المناصب. الحكم على مديرين في المصرف الزراعي بديالة بالحبس بعد إدانتهما بجريمة اختلاس المال العام. إجراءات التحول نحو الدفع الإلكتروني توسع دائرة حملة بطاقات الائتمان وأجهزتها في بغداد والمحافظات. مجسر الفنون الجميلة أول مشروع يقترب من الافتتاح ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية، والأعمال تتواصل في الجسور والأنفاق المتبقية. التفاصيل تأتيكم على رأس الساعة القادمة. نلقاكم.